عباد الله، لقد أظلكم شهر كريم، شهر مبارك، شهر رمضان، شهر أنزل الله فيه القرآن، شهر صيام وقيام وصبر، شهر الصدقات والبر والإحسان، تفضل الله به على هذه الأمة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام، فرض عليكم صيام شهر رمضان. يقول رسولنا موصيا أحد أصحابه فقال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. فيا عباد الله، إذا نحن صمنا، إذا صمنا لله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فماذا عد الله للصائمين؟ ماذا عد الله للصائمين؟ يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أن يحتسب الأجر عند الله مؤمنا بالله وبما أنزل، غفر له ما تقدم من ذنبه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له دخل النار، فدخل النار فأبعده الله. قلت قال فقل آمين، فقلت آمين. هكذا يجب على المؤمن أن يستغل هذا الشهر المبارك، فإذا لم يكن هذا الشهر مغفرة لذنبه فهو على شفا هلكة. قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال الله تعالى في حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وفي رواية: يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الذي أعده الله للصائمين. إذا صمنا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أعده الله لنا. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم،
وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. فإذا تريدون النجاة من النار ودخول الجنة، بل إذا تريدون أن تكونون من الصديقين والشهداء، فعليكم بالصيام. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، وصمت رمضان وقمته، ممن أنا؟ ممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء. فيا عباد الله، اتقوا الله في هذا الشهر، فهذا شهر صيام وقيام والصدقة وليلة القدر، وشهر مغفرة وعفو، وشهر قراءة القرآن والذكر. استغلوا هذا الشهر المبارك بالعبادات، فإن أهل الكفر والإلحاد والبدع والضلالات والفسوق والفجور سيستغلون هذا الشهر ليس في عبادة الله، بل لإغواء الإنسان والمؤمنين الأتقياء، وإبعادهم عن الذكر وقراءة القرآن، وانشغال القلب بالله سبحانه وتعالى. فيستغلون هذا الشهر بالمسلسلات والأغاني باسم الإسلامية والغلاء والألعاب، هذه الألعاب التي موجودة، بدل أن يأتوا إلى المساجد يذهبون إلى الشوارع وإلى المقاهي. فترى عجب العجاب، منهم من يعتكف هناك. فهذا طريقة أهل الإلحاد والكفر والفسوق والفجور. فاستغلوا هذا الشهر المبارك بعبادة الله، وانصحوا من ولاكم الله، واتقوا الله، وأقبلوا على الله، واصبروا، فإن هذا الشهر شهر صبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف.